Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahuratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti wa liman dakhala fi baiti ajmain. Ila hadrati fi hadr man adibai wa usulihi wa furi wa silsilatihim. Anna Allah yakfir lahum wa yarhamhum wa ali darajatihim fil jannah. Wa yarfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Susun lihajatina sahibul bait haji bajana syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن سنانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صل عليه بلغنا نذور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الله صل عليه تغشانا
بنوره يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب حفظناك وأمنك يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم صلي على محمد يا ربي وكلنا جنانا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي حقنا بالسعادة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم صلي على محمد يا ربي وفي كل مؤذن يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم ربي صلي على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصبه دلت لهيبته جميع خصبه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبتي جميع الخصوم دلت لهيبتي جميع الخصوم يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا وأتله كل العالم جهرة والقوم أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والقوم أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى خير مولود
قصومي يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا هذا الحبيب المصطفى قد بدأت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدأت من نوره يا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا قد أتى خير مولود بما جتى قد أتى أذنت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المنه السانب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبح الآفل والمائل والطالئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أجهر بديع حكمه والعجائب الله عليه في ترتيب تركيب هذه القوائب الله عليه خلق مخا
وعزما وأددا ورقا ونقبا وجدا وشارا بنجم معتنف متراكب من ماء دافك اخرج من بين صلبي وترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب الله عليه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب صلى الله عليه هل من طالب حاجة فأنله المطالب فنرأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نديم وثائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزلون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيون الغياهب صلى الله عليه فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائبنا لا إله إلا الله وسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه قله آدم عليه السلام لآدم به ونيله أعلى المراتب قله ونور عليه فلنهم به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقار صلى الله عليه قيل وإبراهيم ولإبراهيم به تقوم حجته على أباد الأصنام والكواكب قيل وموسى وموسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته هلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار صلى الله عليه ونشرت على رأسه العصائب قال هو النبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك لي يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله القمامة تضيئه السحائب فجري وجبين ليلي ذوائب
ألفي الألف من ميمي الفمي نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى سبع اتباك ساقي صلى الله عليه قدمه قبلهم البعير فازل ما استنكه من المحان والنوائب آمن به الدب وسلمت عليه الأشجار وخاطبت الأحجار وحنى إليه الجذو حنينا هزين النادي صلى الله عليه يداه تذر بركتهما في المطائم والمشارب قلبه لا ينفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب صلى الله عليه إن وضي يعفو على يعاكب وإن قسم يصمت ولا يجامل أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب صلى الله عليه في موكب من الملائكة يفك على سائر المواكب فإذا ارتقوا على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قلب قوسين كنت له أنا النديم والمقاتم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أردته من العرش قبل أن يبرد الفرس وقد نال جميع المارب صلى الله عليه فإذا صرفت تربة طيبة منه بأشرف قلم سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا على البيت النبي السيد العربي لكم مدد يدي ففرج كربي يا على البيت النبي السيد العربي لكم مدد يدي ففرج كربي الحسن ثم الحسين للنبي كرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه على بيت النبي السيد العظيم صلوا عليه لكم مددت يدي ففرجوا كربي صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه على بيت النبي السيد العالمين لكم مدد يدي صفا ابن زمزم وصفا من تعلى شرفا كل من صلى عليه أهل بيت النبي السيد العربي لكم مدد يدي ففرج وعمر نورهم يجلو الغمام
ضحت من يغدهم في سكر والنبي يغضى عليه على بيت النبي السيد العربي لكم مللت يدي وفرج الغربي بشرنا نلنا المنى زان العنا عرف الهنا والدهر أنجز وهو والبشر أضحى بعنا بشرنا نلنا المنى زان الأنا والهنا بشرى لنا إلى المنى زال العنا والهنا والدهر أنجز وعده بشرى لنا إلا هنا زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده لمحمد نبينا بشرى لنا إلا الهدى زال الهدى وفى الهدى والدار أنجز وعده بشرى لنا إلا الهدى زال العنا وفى الهنا يا روض فالهادي شفيع وصاحبه والباقي يا روضة الحاج صلوا عليه وصاحبيه والباقي اكتب لنا نحن الجميع
لحبيبنا بشرى لنا والبشر عذر مولانا بشرى لنا جلنا المدى زال العنا وفالحنا خبري 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 قال ما عاشق جمالك
السجاد يا مكرم يا ممجد يا مؤيد بالشفاعة وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أرده من الأرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المارب فإذا شرف التربة الطيبة منه بأشرف قالب سعت لي أرواح المحبين على الأقدام والنجايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي المناثر والمناكب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قالل ما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم بارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح براد حديثين يرضى عن نبي كان قدره عظيما ونسب كريما وسيرته مستقيما قال في حق من لم يزل سميعا أليما صلى الله عليه إن الله ملائكته يصلون على النبي صلى عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا النبي 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 شيخ عبد الرحمن الديباعي حبيب النبي شيخ عبد الرحمن الديباعي حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله انظر رهبا أديبا حبيب النبي حضر رحمن أديبا حبيب النبي يا بدرة من حزا كل كمالي مدى يعبر عنه لك مقالي يا بدرة من حزا كل كمالي مدى يعبر عنه لك مقالي مدى يعبر عنه لك مقالي سيدنا النبي سيدنا النبي
سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت في الأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال بالنور والإنعام والإفضال سيدنا النبي 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 عبد الرحمن أديبائي حبيب النبي شحظ الرحمن أديبائي حبيب النبي الله على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله ظهل في المعنى هبم جمعنا في المعنى أبم جمعنا يلد حين معنا أي رسول الله 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 عليه على نور رسول سيدنا النبي نيين سلك دا عليين بيد الزين بيين حسن رسول الله 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 على نور رسول الله 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 النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه الله الله الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه الله 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 على
كنز العطية خير البرية نزر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية وتجعدني جدني بعسني قبل المنية يا بخر فدني وتجعدني جدني بعسني ومن المنية جدني بعسلين ومن المنية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية بشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه بشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك
عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول البحر العلم الدافئ ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت ترم بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام. يسبح الله ذلك النور تسبح الملائكة بتسبيح. صلى الله عليه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى في الأرض في ظهر آدم وحملني في سفينة في سلب نور وجعلني في سلب خليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينكرني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبويا وهما لا يمتلكيا على سفاه قد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن نتوء بن يسار عن كعب الأحبار قال ألمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله صندوق. صلى الله عليه. ولما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. صلى الله عليه. يقص شعره وتزر على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال. الله عليه. قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال. الله عليه. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله
سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة إن الموسيقى
إذا قد جاءوك بذنبي يستغفرون الله. سمعني أجد الأحباب المنصوص بأشرف القام الراكي إلى حضرة الملك الوهاب صلى الله عليه حتى نظر إلى جمالي بلا ستر ولا حجاب فلما نقض ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج بمرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي بسائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات
فإن نور المصون والسر المكنون الذي وجدته قبل الوجود الأسياء وإبداع الأرض والسماء أنكروا في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أملأوا به الكون نورا وانقلوا يتيما وطهروا على بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة لله تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل مترى أنواعا من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما استدب الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فخفت منه البذور مثل حسنكم رأينا قلت يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مجد يا إماما قبلة عليك يا حبيب سلام
عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن نبيك نسعد مبارك مرحبا
عبدي يا الله يا ربي عدادتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا أنت ستار المساوي ومقيم العثرة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علي مصر وأخفى مستجيب الدعوة ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عند تحرير سطور أحمد علي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلي وسلم وبارك عليه صلوا على النبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Cell. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Cell, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.